مساء الورد، اليوم بسوي معاكم حمسة الزهرة، حلو كفطور كعشاء، إذا حابين تقدمونها كمقبلات مع البوفيه بعد تطلع حلوة. بحمس أول شيء الثوم المفروم والزنجبيل الطازج، بعدين بصل مقطع. الحمسة بحط بهاراتها كركم وكمون وفلفل أسود وملح، قلبها شوي على النار. هنا عندي طماطم مقطعة ومعجون طماطم، خليهم على النار لين تتسبك. في النهاية بحط شوي من دبس الرمان، أدري بتذبحون من كثر ما أحطه بس مرة لذيذ فيها. دبس رمان وبقدونس ومكسرات وتصير الحمسة جاهزة.